اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ازاي هاجر كندا بالعربي. وصلنا للموسم السادس، وده انا شايفه اهم موسم، لان هنبدا نشرح برنامج السكيلد وركر. في المرات السابقه شرحنا ايه اسباب الرفض، شرحنا ازاي نترجم الورق، شرحنا ايه المتطلبات الاساسيه اللي المفروض تبقى موجوده. المره دي هنحاول ان احنا نشرح النظام ده بالتفصيل، وايه الحاجات المطلوبه مننا، وازاي ان انا اذا مش محقق نقط اقدر ان انا احققها، واذا انت الحاجات دي ما انطبقتش عليك فبالتالي لازم تشوف برنامج تاني للهجره. البرنامج ده انا شايف انسب سن للهجره ليه هو من سن 29 او من سن 28 الى سن 35. تحت كده او فوق كده ممكن يهاجر، بس الشروط هتبقى صعبة شوية. مش مستحيل ممكن يهاجر. نهاية البرنامج ده هي 46 سنة. اذا انت عديت 46 سنة فما تحاولش في البرنامج ده، بس بمعنى اخر انت غالبا لما هتعدي 35 تحقيق النقاط هيبقى شبه مستحيل الا بترشيح مقاطعة. البرنامج ده حاجتين، اولا بيتم تحقيق النقط مباشرة بدون الحاجة لترشيح مقاطعة، وبالتالي انت بتقدر تقدم على طول مع ادارة الهجرة، الادارة الفيدرالية للهجرة، وبالتالي بتقدر تدخل كندا تقعد في اي مكان في كندا. الشرط التاني، انا جايب جزء من النقط ومش قادر ان انا احقق النقط، فبالتالي لازم اشوف ترشيح مقاطعة. ترشيح مقاطعة ده بيديك 600 نقطة. السحبات بتاعت البرنامج ده بتتم كل شهر مرتين، يعني تقريبا بيبقى كل اسبوع، يعني كل اسبوعين مره. ساعات بيحصل حاجات استثنائيه وبيتم السحب اكتر من مره، 3 مرات. السنين اللي فاتت السحوبات كانت بتتراوح من 2700 و2500، دلوقتي انا بشوف بسم الله ما شاء الله 3900، ومع ذلك السكور مش عاوز ينزل، نتيجه ان طبعا الريكويرمنت كتير على كندا، نتيجه ان الدول الثانيه تقريبا شبه قفلت او صعبت الاجراءات بتاعتها. انا بالتالي لو صعبت الاجراءات كاني قفلت البلد، يعني هي مش قفلت، هي فتحها بس للناس اللي جايبه سكورز عاليه او كده، او محققه شروط صعبه شويه. ده بالتالي انا عاوز ادخل في الحاجتين دول. انا هكمل شرح الحلقه دي على الكمبيوتر بحيث ان انا اوريكم ازاي بتحسبوا النقط، وازاي ان انتوا تقدروا ان انتوا تعرفوا انتوا فعلا مؤهلين للبرنامج ده ولا لا. شرط من شروط البرنامج ده ان انت تبقى جايب 4 ستيت، يعني 6 6 6 6، في مهارات السبيكينج والليسنينج والريدينج والرايتينج في الايلتس او السيلب، ما يعادلها في امتحان السيلب. تاني حاجه ان انت تكون اشتغلت على الاقل سنه، وبالتالي ان انت ما تعديش 46 سنه. دي اللي انت الحاجات اللي انت لو مش محققها ما تقدرش تقدم في البرنامج. بس هل انا لو محقق مثلا سنه وسن صغير اقدر اقدم في البرنامج ده؟ لا طبعا، انت في الاخر الموضوع بالنقط، يعني حسب النقط اللي انت محققها. هي الصحبات بتتم غالبا على 460 الى 430، بصراحه من 439 تقريبا الى 459، بتزيد وتقل، بس في الفتره اللي فاتت ما نزلتش عن كده. هوريكم الهيستوري بتاع السحوبات اللي تم والنقط والحاجات دي بتتحسب ازاي. وغالبا احنا ممكن نشرحها على اكتر من حلقه لان الموضوع هيطول. بعد كده هندخل على موضوع ترشيح المقاطعات، ونشرح ازاي بيتم موضوع ترشيح المقاطعات، وازاي ان انا اقدر احصل على ترشيح مقاطعه، بحيث ان ترشيح المقاطعه في كندا يعني عكس دول تانية بيأهلك ان انت تاخد النقط اللي تأهلك ان انت يتم قبولك من الاداره الفيدراليه، وبالتالي بيتم اصدار الفيزا ليك. فهنشرح كل ده بالتفصيل، معلش استحملونا، ممكن نقسم الحلقه على اجزاء عشان ان هي ممكن تبقى طويله، وننزلها ازاي ينزل الموسم السادس ده ينزل على اكتر من حلقه.